مع بداية الأسبوع الأول من 2022، واللي أتمنى أنها بإذن الله تكون سنة أجمل وأفضل على الجميع. فمستمرين في بلاير 1 في تغطية الأخبار المهمة في عالم الألعاب. وفي هذا الفيديو، وبالرغم من أن الوضع ما زال هادئ نوعا ما والشركات ما رجعت بكامل قوتها من بعد الإجازات، إلا أنه معانا كم خبر مثير للاهتمام من جديد سكوير إينكس وتسريبات وتصنيف God of War Ragnarok لقضايا جديدة وأكثر في ملخص أخبار الأسبوع على بلاير 1. بالرغم من انه الظاهر عملية تطوير الجزء القادم من فاينل فانتسي وصلت للمراحل الاخيرة تقريبا، الا انه مثلها مثل الكثير من التجارب فعانت من تأثيرات الظروف اللي حصلت، وبعد غيبة طويلة لأي كلام رسمي عن حصرية البي اس 5 من سكوير إينكس. فشاركنا الاسبوع الماضي منتج اللعبة ناوكي يوشيدا رسالة مطولة شرح فيها اللي حصل، وبداية ونهاية الرسالة كانت بالاعتذار عن موضوع انهم ما تمكنوا من عرض اي شيء جديد عن التجربة على نهاية العام الماضي مثل ما كانت الخطة ومثل ما كان معلن. اما عن المضمون فذكر انه تغيير طريقة العمل للمواهب المختلفة حول العالم واللي شغالين على تطوير اللعبة وعملهم من المنازل تسبب في حصول تعقيدات ومشاكل، لكن على الجانب الايجابي ذكر انهم يتوقعوا انهم حلوا كل هذه المشاكل، وانه مفروض عام 2022 يكون اكثر انسيابية من ناحية التطوير، وانهم يقدروا يركزوا على تحسين الرسومات والقتال والمشاهد السينمائية وعلى صقل التجربة ككل. ومن المفترض على حسب كلام منتج اللعبة انه في ربيع 2022، يعني في الفترة من مارس لمايو تقريبا، نشوف عروض جديدة للجزء 16 من فاينل فانتسي واللي راح يكون الجزء الاول المخصص للجيل الجديد. وشخصيا اشوف انه من المنطق انه نتوقع انه نهاية العام تكون فترة الاصدار. يذكر انه كان في رسالة ثانية من سكوير إينكس الاسبوع الماضي لكن كانت من رئيس الشركة وبمناسبة العام الجديد، وفي هذه الرسالة للأسف اتكلم عن الموضوع اللي اكثر من مرة ذكرت اني اتمنى انه يختفي، لكن للأسف مضطر اني اغطيه، والظاهر انه راح يتردد اكثر واكثر، والكلام عن الـ NFTs الموضة الجديدة لعناصر الشراء داخل الالعاب واللي طريقة عملها مشابهة لحد ما للعملات الرقمية مع الاعتماد على البلوكشين، واللي من الاخر ممكن تفتح باب جشع جديد للشركات. عموما رئيس الناشر الياباني العملاق وفي رسالته المطولة اتكلم عن الموضوع وعن انها بتكون جانب مهم لمستقبل الشركة والعابها، وذكر انه فاهم الجانب السلبي وليش الكثير يشوفوها اضافة غير مرغوبة للالعاب، لكن على حسب كلامه ووجهة نظره فيشوف انه ممكن يكون لها فوائد ايضا، والكلام طبعا انها ممكن تحقق عوائد مادية مفيدة للشركات. لكن شخصيا اتمنى انه هذه الاضافة على الاقل دام انها راح تحصل سواء رضينا او لا فانها تكون محصورة على الالعاب المجانية فقط. اما تبغاني ادفع سعر لعبة كاملة وبعدها عشان احصل على ادوات وأسلحة تبغاني أدفع بدل ما ألعب، فبصراحة كذا كثير. في العادة لما يتم تصنيف اللعبة عمريا يعني انها في مرحلة بعيدة من التطوير وممكن انه موعد الاصدار يكون قريب نسبيا، ولهذا السبب الاسبوع الماضي رجع الكلام عن موعد اصدار ختامية ملحمة كريتوس في حضارة النورس من خلال God of War Ragnarok، بعد ما اعلنت هيئة التصنيف العمري للالعاب في السعودية انه رحلة كريتوس واتريوس بتكون للبالغين فقط، يعني مناسبة للاعمار 18 واكثر. هذا الكلام صاحب ظهور لتسريبات انه في قاعدة بيانات بلاي ستيشن الموعد الموجود حاليا هو 30 سبتمبر، لكن ممكن انه يكون موعد تقريبي فقط لحفظ المكان. وبالرغم من انه 30 سبتمبر ابدا مو كلام رسمي وموعد توفر التجربة ما زال مجهول، الا انه على الاقل هذه كلها مؤشرات انه التطوير ماشي صح وانه فعلا هذه هي سنة الاصدار. وشخصيا اتوقع انه الفترة اللي بين يونيو واكتوبر راح تكون فترة عودة كريتوس. واحدة من العروض الجديدة اللي شفناها الأسبوع الماضي واللي تستحق الذكر وتستحق انك تحط عينك على الأقل على اللعبة فهو العرض الخاص بتجربة استوديو تيم كلاوت الكندي الأولى لعبة إل، واللي مفروض انها تكون تجربة رعب من منظور الشخص الأول، والمميز فيها هو استخدامهم لمحرك أنريل إنجين 5 الجديد. وبالرغم من انه العرض قصير وما وضح الكثير إلا انه كان أكثر من كافي انه يوضح كمية التفاصيل الموجودة، وغالبا إلا انه نشوف عرض مطول أو نعرف موعد إصدار فالموضوع راح ياخذ وقت. في فيديو أهم أخبار 2021 اللي نشرته الأسبوع الماضي ذكرت أنه القضايا في المحاكم كانت من العناوين المهمة العام الماضي في صناعة الألعاب، وحتى الأسبوع الأخير في 2021 انحسمت فيها واحدة من القضايا المكلفة جدا بعد ما قبلت شركة رايوت جيمز مطورين ليج أوف ليجندز تسوية وصلت ل 100 مليون دولار لموظفات الشركة في قضية تحيز ضدهم، واللي تقريبا يصل عددهم ل 2300 موظفة.
بمناسبة نهاية عام وبداية آخر، نشر المطور العبقري هيديو كوجيما كم تغريدة على حسابه يشاركنا فيها لمحة عن خطط المستقبل، بعد ما ذكر أنه بالرغم من الصعوبات اللي حصلت العام الماضي إلا أنهم قدروا ينتهوا من نسخة الـ PS5 من Death Stranding، وفي نفس الوقت أنهم يبدأوا العمل على مشاريع جديدة في استوديو كوجيما برودكشن، وللظاهر أنه على حسب كلام كوجيما فبيكون من ضمنها مشروع مختلف مع تجربة أشياء جديدة بشكل جذري. والرجل ذكر حتى أنه ممكن يبدأ برنامج راديو، الشيء اللي ما يعتبر غريب على المطور اللي دائما يحب يجرب أشياء جديدة، مثل افتتاحه قسم خاص بالأفلام والمسلسلات من الاستوديو العام الماضي، أو حتى إطلاقه لمجموعة جديدة من النظارات الشمسية. مع بداية شهر جديد راح تتوفر دفعة جديدة من الألعاب للمشتركين في خدمات بلاي ستيشن وإكس بوكس الشهرية، وللمشتركين في بلاي ستيشن بلس فراح يحصلوا على ديب روك جالاكتيك، بيرسونا 5 سترايكس وديرت 5، مع العلم أنه على المتجر السعودي تم استبدال بيرسونا بهاو تو سيرفايف 2. أما المشتركين في لايف جولد والتيميت جيم باس فألعاب شهر يناير لهم راح تتضمن نيورو فويدر، أجراوند، راديانت سيلفر جان، وسبيس انفيدرز انفينيتي جي. شاركونا في التعليقات توقعاتكم لموعد صدور God of War Ragnarok ورايكم في بقية اللي حاصل في عالم الألعاب وخصوصا موضوع الـ NFTs. وكالعادة شكرا على المشاهدة.